هلا عندنا الافرج، انتم اللي بتعرفوا الافرج العادي، شو الافرج العادي؟ بكون عندي عدد كبير من القراءات باخذ الافرج تبعهم، كل واحدة منهم لها ويت متساوي. ايش ويت معناها؟ وزن. هون معناها وزن، مش انتظار، وزن. شوف كيف مكتوبه، وزن. فاحنا احيانا بكون بدي اخذ افرج، بس الافرج الفاريبلز او القيم اللي موجوده عندي ما لها نفس الويت، في شيء منها له قيمه اكبر من القيمه الثانيه. فمثال عليها، في عندي هون كومه من القطع الحديديه، القضبان الحديديه. رحنا على محل سكراب بناخذ هذا، قال لي هي موجودين هدول الرودز، بيجوني من ماكينه وبفكهم. في شيء منهم طوله متر، بس النسبة تبعته عالية جدا، معظمهم من هذا المتر، حسب الماكينة اللي بفك منها بيطلع معي متر طولهم، 50% منهم طولهم متر، واللي طولهم 2 متر 20%، واللي طولهم 3 متر 15%، 4 متر 10%، واخر شيء في بعضهم بيكون 5 متر، حسب وين بيطلع من هاي القطعة الماكينة من هون. هون بيجي بيسألني ايش الافرج لينكث، او لو انا اجيت قلت بدي اشتري انا بالكمش، مش هيك بيبيعوا بالسكراب، بدي اخذ كمش، ما بعرف شو بيطلع لي، ممكن يطلع لي كلهم 1 متر، معظمهم 2 متر 3 متر. لو ضليت اخذ كميه كبيره، في النهايه الافرج لينكث للرود اللي بسحبها او عدد الرودز اللي بسحبهم قديش. فانا عمالي بسأل ايش، بسأل ايش الافرج لينكث اوف رود، مظبوط بالهاي. هلا لو احنا مش عارفين انه هدول قوتهم مش متساوي، لو انهم مش ويتد، لو لهم ايكوال ويت، قديش بكون الافرج هون؟ بكون 1 2 3 4 5 اللي بيطلع 3، مش هيك؟ بس الافرج هون مش 3، واضح ليش؟ لانه هذا هون نسبته كبيره وهذا نسبته صغيره، فما بصير اخذ هذول الخمس ارقام واخذ الافرج تبعهم. هون بطلع افرج، فباجي بقول ال اللي هي الاكسبكتد فاليو اوف سمول ال، او اللي هي ال بدها تساوي، هون لازم تكون ويتد افرج، فراح تكون I مضروبة في probability of I، و I بتساوي 1 إلى 5، مظبوط؟ فشو عملنا بكل variable؟ ما ضربنا. هلا لو انهم equal weight بصير هذا 1 على 5، بصير 0.2، 0.2 في الفاريبل زائد 0.2 كأني ماخذهم الخمسة وقاسمهم، بس انا هون عمالي بقول الويت او القوة تبعتهم مختلفة، فراح تصير عندي 1 مضروب في 0.5 زائد 2 مضروب في 0.2 زائد 3 مضروب في 0.15 زائد 4 مضروب في 0.1 زائد 5 مضروب في 0.05، فبيطلع معي الجواب 2.05 meters per. هذا الافرج. اذا الافرج رود، يعني لو سحبت 10 اون افرج، اون افرج ال 10 هذول راح يكون طولهم 10.5 meters. خذ من هون، واضح طبعا انها سكيود او منحازه لوين؟ للقيمه الكبيره من هون، واضح لانهم القطع الصغيره اطول. هذا